مساء الخير. توقع سبع دول في وسط أفريقيا الجمعة على اتفاق جديد لتقاسم مياه النيل رغم معارضة مصر والسودان. ماذا يعني توقيع هذا الاتفاق؟ ما هي الأثار التي سيرتبها على المصريين والسودانيين؟ وهل يتطور الأمر إلى نزاع في حال مس الدول منبع النيل بالشريان الحيوي لمصر والسودان؟ حوض النيل والمخاطر عنوان ساعة حرة. ضيوف الحلقة: مجدي صبحي، خبير في شؤون المياه والبترول في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة، أهلا بك. الدكتور أحمد المفتي، عضو الوفد السوداني في مفاوضات حوض النيل من الخرطوم، نرحب بك أيضا. وجون تيمن، باحث في معهد الولايات المتحدة للسلام من واشنطن، نرحب بك أيضا. سأبدأ معك دكتور المفتي من الخرطوم. غدا أو الجمعة ستوقع سبع دول على اتفاق إطار جديد لتقاسم المياه، كيف تنظرون إلى هذا التوقيع في السودان؟ أولا الإطار، أحب أبدأ بأن الإطار ليس لتقاسم المياه، وإنما هو إطار تم التوافق على أجزاء كبيرة منه، وظلت أجزاء صغيرة هي مسار الخلاف بين السودان ومصر من جانب، وبين السبع دول حوض النيل من جانب آخر. والموقف السوداني، واللي هو نفس الموقف المصري، أنه عدم التوقيع على هذا الاتفاق، لأنه وجهة النظر السودانية المصرية أنه الهدف من كل هذه التحركات كان ومنذ البداية هو الوصول إلى اتفاق يجمع كل دول حوض النيل، ولذلك لا معنى إلى توقيع اتفاق جزئي ما لم يتفق الجميع، لأن هناك حقيقة اتفاقات جزئية كثيرة في حوض النيل، اتفاق بين مصر والسودان، اتفاق بين السودان وإثيوبيا، اتفاق بين مصر وإثيوبيا، وهكذا. ولذلك اتفاق جزئي لا يضيف جديدا لدول حوض النيل، وإنما الهدف كان اتفاق شامل. ولذلك كان وجهة النظر السودانية المصرية إنه لابد من إعطاء مزيد من الوقت للتفاوض، للتفاكر والوصول لرؤية مشتركة فيما يتعلق بالنقاط البسيطة التي ما زالت محل خلاف. هذا هو الموقف السوداني. نعم. سيد مجدي صبحي من القاهرة، ما هو الموقف المصري تحديدا؟ لماذا ترفض مصر الدخول في هذا الإطار الجديد أو التوقيع على هذا الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل؟ وهناك سبع دول من دول الحوض ستوقع على هذا الاتفاق أو على هذا الإطار. الحقيقة الموقف المصري يحكمه كما الموقف السوداني عدة اعتبارات. أولها أنه لابد من وجود تكامل بين دول الحوض واتفاقية تربط بين الجميع. الأمر الثاني أن مصر والسودان رفضتا قاعدة الأغلبية في تعديل الاتفاقية أو في المساس بأي من بنودها، وتعديل ذلك إلى الإجماع، ضرورة الإجماع، أو على الأقل إذا ما كان مبدأ الأغلبية هو المبدأ السائد فلابد أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية لتعديل أي اتفاق. الأمر المهم أيضا بالنسبة لمصر هو أن هناك حقوق تاريخية في المياه نهر النيل ربما منذ مئات السنين ترتبت لمصر، وهي اتفاقات أيضا موثقة في بداية القرن العشرين تحفظ لمصر هذه الحقوق، وبالتالي مصر لا تعارض في إعادة التفاوض، لكن وفقا لأسس رئيسية تتناول كيفية استخدام وتقسيم المياه في حوض نهر النيل. ولكن يعني دول المنبع تعتبر أن هذه الاتفاقات الموقعة بداية منذ الانتداب البريطاني في العام 29 وفي العام 59 غير موجودة، لأنها يعني لم تكن موقعة باسم هذه الدول القائمة حاليا، بل وقعها الانتداب حينذاك، ويقولون إن من حق هذه الدول أن تعدل هذه الاتفاقيات، وخصوصا أن هناك حاجة ماسة للمياه في هذه الدول. دعني أشير إلى مبدأ مهم اتخذته الدول الأفريقية بشكل جماعي في عام 63، وهو ضرورة الاعتراف بكافة الاتفاقات والمواثيق والحدود التي تم إنشائها أثناء فترة الاستعمار لكي لا تدخل الدول الأفريقية في معارك طاحنة بين بعضها البعض. وبالتالي إذا ما جاز تعديل مثل هذه الاتفاقات لأنها وقعت أثناء الفترة الاستعمارية، فكافة حدود هذه الدول أصلا هي أيضا أنشئت أثناء فترة الاستعمار وبمبادرات استعمارية، وبالتالي هذه الدول ككيان أصلا
هي دول أنشئت بناء على هذا التدخل الاستعماري. وبالتالي أعتقد أن الاستناد إلى هذا المبدأ هو مبدأ ضعيف للغاية، خاصة أن ما يتجاوز هذا المبدأ هو أن كانت هناك استخدامات للمياه في دول المصب أي مصر والسودان قبل توقيع هذه الاتفاقيات وبعد توقيع هذه الاتفاقيات. لم تكن الاتفاقيات منشئة لحقوق على المياه، ولكنها أكدت فقط حصص في هذه المياه. وبالتالي وأكدت أيضا على مبدأ عدم استخدام دول المنبع للمياه بشكل يضر بكل مصر والسودان، باعتبار أنها دولتين مصب، وأنه ليست هناك أي إضافات في الحقيقة أو أي مصادر مائية أخرى متوفرة لشمال السودان ولمصر. وبالتالي أعتقد أن ما يحكم الأمر في النهاية هو العقلانية في استخدام مياه الحوض، وليس إذا ما كان الدول الاستعمارية هي التي ترتبت هذه الحقوق أم لا. سيد جون تيمن، كيف تنظرون إلى هذه المسألة الدقيقة التي تجري حاليا بين السودان ومصر من جهة ودول أخرى في حوض النيل؟ دعني أشير إلى المعادلة أيضا ومجال آخر مهم، وهو الاستفتاء الذي سيحدث في جنوب السودان. هل سيبقى جنوب السودان جزءا من السودان أم ينفصل عنه؟ والاستفتاء سيكون في يناير 2011. المؤشرات حاليا هي أن الجنوب سيصوت للانفصال، وسيكون لهذا تأثير كبير على مبادرة حوض النيل، لأن الدول الموقعة على الاتفاق مطلوب منها أو أن تثير أسئلة كثيرة بخصوص إدارة مياه النيل. يعني طرحت هنا سيد تيمن مسألة مهمة كنا نريد التوقف عندها، وهذا ما أطرحه على السيد مجدي صبحي أيضا. لذلك أو لهذا السبب تعارض مصر انفصال جنوب السودان عن السودان، وتؤكد عبر وزير خارجيتها تمسك القاهرة بوحدة السودان؟ يعني أنا لا أتصور أن الموضوع هو أن مصر تعارض أو تقبل، ولكن مصر تحبز وترى أن من مصلحة السودان كما من مصلحة مصر بقاء السودان دولة موحدة. هذا أمر في صالح السودانيين كما هو في صالح مصر. دعني أؤكد أيضا على أن الجنوب ربما لا يشكل مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمياه تحديدا، لأن الجنوب منطقة غنية بالأمطار، ويمكن استقطاب الكثير من المياه التي تضيع في الجنوب لصالح الجنوب ولصالح شمال السودان ولصالح مصر أيضا. وبالتالي ليس بالضرورة من سيرتب مشكلات هي دولة جديدة في جنوب السودان، ولكن المشكلات قائمة فعلا مع دول أعالي النيل التي تشكل حدود الدول السبع التي تزعم التوقيع على اتفاقية لاستخدام المياه في حوض نهر النيل. وبالتالي الأمر لا يتعلق بدولة جديدة، ولكن يتعلق بكيفية الاستخدام. حتى في حالة جنوب السودان وانضمامها فستأخذ حصة من الحصة السودانية، وكما ذكرت سابقا استقطاب الكثير من المياه التي تضيع في المستنقعات في جنوب السودان كفيل بأن يمد البلد بكمية كبيرة من المياه، علاوة على أنها منطقة مطيرة معظم فترات العام. دكتور المفتي، قبل أن ننتقل إلى موضوع المحادثات التي جرت والتوقيع على اتفاق الإطار، كيف تنظرون إلى مسألة انفصال جنوب السودان في حال تمت؟ هل يعزز ذلك من موقف دول منبع حوض النيل؟ المتابع حقيقة لهذا النقاش الذي يدور حول إبرام هذه الاتفاقية وهذا موضوع مضى عليه أكثر من 10 سنوات، لم يكن موضوع جنوب السودان سواء كان يعني سينفصل أو سيبقى جزءا من السودان، لم يكن جزءا من المفاوضات، ولم يكن يعني من الموضوعات موضوع الخلاف بين دول حوض النيل، وإنما دائما كان الخلاف مركز حول 3 نقاط محددة، اللي هي علاقة الاتفاقية الجديدة بالاتفاقية السابقة، والاختيار المسبق، هل يوجد اختيار مسبق، ثم أخيرا آلية اتخاذ القرار، هل يتخذ بتوافق الآراء أم بالإجماع. ولذلك لا أعتقد أن موضوع جنوب السودان أو الاستفتاء الذي يحصل، على الرغم من ترجيح الأستاذ المشارك معنا لموضوع الانفصال، أنا لا أرى هذه الرؤية، ولكن مهما تكون الرؤية ومهما يستقر الحال بعد الاستفتاء في يناير 2011، لا أعتقد أن هذا هو
له تأثير مباشر على ما يدور بين دول حوض النيل، لأن هذا موضوع كما ذكرت له أكثر من 10 سنوات. سيد تمن، ولكن أحب برضو أضيف أنه نعم تفضل. السودان ومصر أيوة نعم تفضل. أيوة أنا أحب أضيف أنه السودان ومصر في الوقت اللي بيصروا فيهم على حقوقهم التاريخية، إنه هذا الإصرار هو جزء من الممارسة الدولية، لأنه هنالك أكثر من 140 نهر مشترك في كافة بقاع العالم. الاستخدامات السابقة والاتفاقيات السابقة معترف بها، حتى الاتفاق الإطار النموذجي اللي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 97 بعد أكثر من 25 سنة من الدراسة يقر في مادته الثالثة بالاتفاقات والاستخدامات السابقة. وفي نفس الوقت اللي بيصير فيه السودان ومصر ولهم الحق القانوني في ذلك على الاستخدامات السابقة، هم يعترفوا بحقوق الدول الأخرى في استخدام مياه النيل وفي حقها في استخدام مياه النيل وفي حقها في التنمية، ولكن بيسعوا السودان ومصر إلى أنه من خلال التكامل ومن خلال الرؤية المشتركة لكل 9 دول أنه يمكن من خلال ذلك الوفاء بكافة الاحتياجات المائية لدول حوض النيل العشرة، لأنه حقيقة ما يستخدم السودان ومصر حاليا 84 مليار، في حين جملة الهطول المطري على دول حوض النيل العشرة 1650 مليار. فمن خلال التعاون هنالك الكثير من الموارد المائية التي يمكن أن تكفي كافة دول حوض النيل حاليا وفي المستقبل، ولذلك كان السعي دائما إلى الوصول إلى رؤية مشتركة وإلى اتفاق شامل. فهذه هي الرؤية السودانية واللي بتتكامل مع الرؤية المصرية. نعم سيد تمن، ما تعليقك على ذلك؟ لم يوافقك الدكتور المفتي رؤيتك فيما يتعلق بانفصال جنوب السودان، ويقول أن جنوب السودان لا علاقة له، لم يكن هذا الموضوع مطروحا منذ 10 سنوات. أشعر بالتشجيع أن الضيف الآخر لا يعتقد أن الاستفتاء سوف يشكل عقبة أمام هذا الموضوع، وإذا كان هذا صحيحا فهذه أخبار جيدة. إذا كان هناك تصويت للانفصال وكان هناك انفصال، فيجب أن يكون هناك اتفاق داخل السودان بخصوص كيفية الوصول إلى مياه النيل وتقسيمها بين الشمال والجنوب، وهذا جزء من قائمة طويلة من المواضيع التي يتوجب على الشمال والجنوب التفاوض حولها، وأيضا الترتيبات بين الشقين بعد الاستفتاء. إذا هذا ليس هو الأولوية الوحيدة، هناك أولويات أخرى مثل مشاطرة عائدات النفط وقضايا الجنسية إلى آخره. إذن هناك إمكانية أن هذا الموضوع يختفي نوعا ما في مفاوضات الشمال والجنوب، وهذا يشكل عقبة لمسألة مشاطرة المياه عبر الدول 9 أو الدول 10. نعم سيد صبحي، نعود إلى موضوع الاتفاقية أو الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل التي سيتم التوقيع عليها، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تابعونا. متابع ساعة حرة، سيد صبحي، دبلوماسي غربي في القاهرة يقول إن المصريين يقولون إننا على استعداد للتفاوض، ولكنهم لا يريدون التنازل عن شيء عندما يتعلق الأمر بالقضايا الشائكة، يعني يريدون شراء الوقت وتضييع الوقت للحفاظ على الوضع القائم. هل هذه هي الاستراتيجية المصرية إزاء هذه المسألة؟ أنا لا أتصور ذلك، لأنك لن تستطيع أن تضيع الوقت للأبد في شيء محدد وواضح هو استخدام المياه. ولكن المفاوضات ما زالت مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. بالطبع. وهذا وقت. المفاوضات كانت مستمرة وكانت تجري، دعني أوضح الفكرة، المفاوضات كانت تجري في خط يتوافق إلى حد كبير مع ما هو مستقر من أعراف دولية ومن قانون دولي. كما أشار الدكتور المفتي، كانت هناك الأنهار لم تكن في البداية مهمة في مجال استخدام المياه، لأن المياه كانت وفيرة إلى حد ما،
وبالتالي كان هناك قانون دولي لاستخدام المياه للأغراض الملاحية، كان الأمر المهم بالنسبة لدول العالم كافة، وكيف يمكن أن يتم استخدام النهر في الأغراض الملاحية دون أن تعوق دولة ما تقع على النهر، دولة مشاطئة كما نقول على النهر. وظل استخدام المياه للأغراض غير الملاحية، استخدام المياه للشرب أو لغيره من الاستخدامات، أمر محل تفاوض لفترة طويلة جدا من الوقت، لأننا هنا نتحدث عن دول لديها بحكم التواجد الجغرافي مصدر قوة رئيسي، هو كونها دولة المنبع التي تستطيع أن تحجب المياه عن دول المصب. إذا ما وضعنا في الاعتبار أن دولتي المصب في حالة النيل تحديدا وبالذات شمال السودان ومصر ليس هناك أي مصدر آخر للمياه، يصبح الأمر أكثر خطورة بالتحديد في هذا الوضع. وبالتالي كان البحث فيه هو كيف يمكن الوصول إلى اتفاق إطاري يشمل الجميع وفي نفس الوقت يحافظ على الحقوق، لأنك ربما تتفاوض، والتفاوض معناه أنك ستتنازل بالطبع، لكن إلى أي حد تتنازل وإلى أي حد يتنازل الآخرون، هو هذا هو السؤال. طب يعني مع التوقيع على الاتفاق هل يعني أن المفاوضات انتهت ولم يعد هناك من مجال التفاوض؟ أنا لا أعتقد ذلك. هذه الدول حتى إذا أرادت أن تنشئ أي سد على النيل أو أي خزان للمياه، أتصور في هذه الحالة أنها لن تجد أي دعم من قبل أي من المؤسسات الدولية أو أي من الدول الكبرى التي تستطيع العمل في هذا المجال، لأن هناك في الحقيقة أعراف دولية وقانون دولي واضح. ولكن ألم تنشأ إقامة أي منشآت أو سدود على النيل؟ يعني بمساعدة البنك الدولي أعتقد أنه تم إنشاء سد في أثيوبيا. دعني أقول أنها كانت بمساعدة مصر أيضا، والمنطق المصري كان واضحا في هذا المجال. إذا ما كانت هذه البلدان تحتاج إلى المزيد من المياه فيجب أن تبدأ بتلك الروافد التي لا تؤثر على المجرى الرئيسي للنيل الأزرق الذي يأتي من إثيوبيا إلى السودان ثم إلى مصر. وهذا موقف محترم، هذا أقل ما يقال عنه. تم دعم إثيوبيا مصريا في إقامة سد على نهر البارو لأنه لا يؤثر كثيرا على حصة مصر والسودان. وبالتالي هذه هي الفكرة، لماذا هذا الإصرار على البدء بخزانات وسدود على النيل على المجرى الرئيسي الذي يؤثر على كل من مصر والسودان، بينما هناك روافد كثيرة في معظم البلدان الإفريقية التي المشاطئة على نهر النيل على خلاف مصر وعلى خلاف السودان في الحقيقة. دكتور المفتي، لماذا هذا الإصرار برأيك؟ الحقيقة الكلام الذكر عن أنه في إصرار مصري على الموقف المتعلق بالحقوق السابقة ده بينطبق على السودان، بيقولوا السودان ومصر بيصروا، ولذلك هم السبب في أن المفاوضات وصل لهذا الحد، ولكن هذا قول غير صحيح. والدليل على ذلك السودان ومصر حاليا طرحوا مبادرة، وعلى أعلى المستويات الرئاسية لم يحدث أنه في دولة من دول الحوض طرحت مبادرة لرأب الصدع بين دول الحوض على المستوى الرئاسي. نعم، ولكن السؤال دكتور المفتي، يعني في هذه المبادرة هل يجوز، وهذه هي حجج الدول التي ستوقع على الاتفاق، يعني هل يجوز لهذه الدول التي ينبع النيل من أراضيها أن تتفرج على مصر والسودان يستفيدان من مياه النيل، وهي يعني هذه الدول بحاجة إلى المياه وهي شهدت بعض الجفاف في أوقات معينة؟ برأيك أليست حقوقهم أو مطالبهم مشروعة بالنسبة لتلبية حاجاتهم من المياه؟ تماما، ولكن أنا أحب يعني أن أوضح في زي خلط في موقف السودان ومصر قبل في الاتفاقية اللي بيزمع توقيعها غدا في المادة 4، وقبل ما نصل لموضوع الخلاف على الاتفاقات السابقة. السودان ومصر بيعترفوا بحقوق الدول الأخرى في الاستخدام المنصف والمعقول اللي بيكفل القانون الدولي قبل يعني يأتي الحديث عن الاتفاقيات السابقة، فهذا حق محترف به، وحاليا كل الدول قبل أن يتم التوقيع كلها تستخدم، بل في دول أنشأت سدود ودول تتصرف في المياه كما تشاء. ولذلك السودان والموقف السوداني المصري لا ينكر حق تلك الدول، بل فيما يتعلق حتى بالاتفاقات السابقة المبادرة بتقول ما دام في خلاف حول هذا الموضوع يرجع
تنشأ المفوضية ويتم التفاوض حول هذا الموضوع، يتم التفاوض وليس فرض الرؤية المصرية السودانية. ثم إنه يعني احتياجات هذه الدول السبع دول حسب تقديراتها لل 25 سنة القادمة لا تتجاوز 10 مليار اللي هي نصف ما يستخدم السودان اليوم. ولذلك أنا خلال الموضوع هو سياسي، الشارع السياسي في تلك الدول لديه فهم بأن هنالك اتفاقيات استعمارية، وهنالك الفهم الذي ذكرته من السودان ومصر يستأثروا بكل المياه، وهذا فهم مغلوط بدليل أن كمية المياه التي يتم اقتسامها بين السودان ومصر هي 14 مليار، في حين أن كمية الهطول في الدول 1650 مليار. يعني تريدون أن تستفيد هذه الدول من هطول الأمطار وليس من مياه نهر النيل أو النيل الأبيض أو النيل الأزرق؟ لا أبدا. إحنا دارين نقول التجربة، أكبر تجربة في حوض النيل في استخدام هي بين السودان ومصر. يعني الخلاف أو النزاع حول استخدام مياه النيل لم يبدأ بين مصر والسودان من ناحية وتلك الدول، وإنما بدأ منذ أكثر من 100 سنة بين السودان ومصر. نعم. كيف تم تجاوز تلك الخلافات وأصبح موقف السودان ومصر موحدا؟ من خلال اعتراف السودان بالحقوق التاريخية لمصر واعتراف مصر بحق السودان في التنمية واستخدام مياه النيل، وبدأ سلسلة من الاتفاقيات، والآن توحد الموقف. ولذلك لا في تقديري إطلاقا. ليه؟ لأنه السودان عندما بدأ استخدام المياه كان يزرع 100,000 فدان، دي من ناحية فنية مش من ناحية سياسية. الآن بيزرع ملايين الفدان بموافقة مصر، بل أنه العلاقة المائية بين السودان ومصر لم يحصل إنها ذهبت إلى تحكيم دولي ولم يذهبت إلى محكمة دولية، وإنما كانت كل الأشياء تتم بتوافق الآراء. ولذلك إحنا عايزين ننقل التجربة بين أكبر مستخدمين لمياه النيل اللي هي مصر والسودان، كيف حلوا خلافات ووصلوا لهذا الموقف. هذا يمكن أن ينطبق على السبع دول، ليس هنالك ما يمنع اللي هو التعاون والأخذ في الاعتبار احتياجات كل دولة وهكذا. لكن أما الاستئثار بأن السودان ومصر يستأثرون بمياه النيل ويرفضون للدول الأخرى، بل تم تشييد خزان كبير جدا، خزان تكزي بارتفاع 180 متر، وما كان السودان ومصر يعني دخلوا في نزاعات بسبب هذا الاستخدام. فلذلك بل قد تكون في آثار إيجابية لهذه المشاريع المشتركة، في آثار إيجابية لمصر والسودان وللدول كلها. ولذلك إحنا مركزين على التعاون وليس الإصرار على موقف معين. سيد تيمن، يعني يعزو الدكتور المفتي أسباب أو إصرار الدول السبع على توقيع الإطار الجديد والمطالبة بحصص أكبر من المياه لأسباب سياسية، برأيك هل هناك يعني أسباب سياسية وراء موقف أو مواقف هذه الدول؟ ربما هذا جزء من الشرح، ولكن الشرح والتفسير له علاقة أيضا باحتياجات التنمية المشروعة في هذه الدول السبعة وإثيوبيا على وجه الخصوص. إثيوبيا دولة تكافح من أجل إطعام نفسها ومن أجل إطعام سكانها. إثيوبيا تقوم حاليا ببناء 3 سدود على النهر الأزرق لمساعدة الاحتياجات الزراعية واحتياجات الطاقة، وهذا مشروع، والسبب أنها تحاول أن تضغط في هذه المفاوضات يعود إلى ذلك. سيد صبحي، يعني 35% من مياه النيل تذهب هدرا في مصر، أليس من الأجدى أن تعالج هذه المسألة وبالتالي يمكن توفير كمية أكبر من المياه وتلبى حاجة السكان وحاجة الزراعة المصرية بأقل قدر ممكن من المياه؟ أنا لا أفهم كيف هناك 35% من المياه تضيع هدرا. هذا أول مرة أسمع. هذا ما تريده الإحصاءات يعني. سيد صبحي، أي إحصاءات؟ أي إحصاءات؟ إحصاءات صادرة عن الصحف، عن الصحف المصرية جداً. أنا لا أتصور أن هذا الأمر أمر حقيقي، لأنه كل قطرة في مصر تستخدم. مصر الآن، دعني أقول بوضوح ردا على أسئلة أخرى، أنه مصر الآن تحت خط الماء كما تحدده الأمم المتحدة، نصيب الفرد المصري من المياه أقل من 1000 متر مكعب في السنة، وهذا هو حد الفقر المائي. أيضا دعني أقول أنه لا يمكن التركيز على الجفاف في دول المنبع وتجاهل دول المصب. حينما حدث جفاف في دول المنبع
كانت كمية المياه الواصلة لكل من مصر والسودان هي نصف حجم المتوسط. نحن نتحدث عن 84 مليار متر مكعب، هذا أمر لا يحدث سنويا، ربما يزيد عن ذلك وربما يقل عن ذلك، وبالتالي هو متوسط. أما في فترة الجفاف في أوائل الثمانينات على سبيل المثال كانت كمية المياه الواصلة لكل من مصر والسودان لا تزيد عن 43 مليار متر مكعب، وبالتالي حتى حينما يكون هناك جفاف تتأثر به أيضا الحياة في مصر والسودان، ناهيك عن أن مصر والسودان في الحقيقة ليس هناك أي مصادر، خاصة في مصر ليست هناك أي مصادر مياه أخرى. وبالتالي إذا ما دخلنا في كيفية الاستخدام الرشيد للمياه فهذا أمر لا ينطبق على دولة واحدة، وإنما ينبغي أن يؤخذ بالتكامل بين كافة الدول. كما أشار الدكتور المفتي بوضوح، هناك نحو 1650 مليار متر مكعب من المياه في هذا الحوض، وخاصة في دول المنبع التي هي في أغلبها دول مطيرة، تسقط الأمطار في بعضها على مدار 9 أشهر في العام، وبالتالي أو بعضها الآخر مثل أثيوبيا تسقط الأمطار فيها لمدة 3 أو 4 أشهر في العام، وبالتالي هي لا تعاني من عوز مائي مستمر. القضية التي تستحق الدراسة من قبل مصر والسودان وباقي دول الحوض وبالاشتراك والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، كيف يمكن استخدام هذه المياه برشادة لصالح كافة البلدان دون أن يكون هناك بالضرورة تأجيج للخلافات. أنا لا أفهم أنه يركز البعض على حاجة التنمية في هذه البلدان إلى استخدام المياه وينسون حاجة التنمية في بلدان أخرى كثيفة السكان كمصر والسودان. هذا مبدأ عام، إذا ما أردت استخدامه في بلد ينبغي أن تستخدمه في كافة البلدان المشاطئة لنفس النهر، وهذا أمر لا ينطبق على النيل فقط وإنما على كافة الأنهر. هناك مشكلة أيضا كانت ما بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأتصور أن الولايات المتحدة تصرفت بعكس ما يقال تماما، هي أخذت ما تستطيع أن تأخذه من المياه ولم تأبه للمكسيك، وهكذا سنجد أن هناك تجارب مختلفة في العالم. أما المبدأ المستقر فهو كيف يمكن استخدام المياه برشادة وبأسلوب لا يحيط ضررا بالآخرين، وخاصة بدول المصب التي هي في النهاية دول من هذه الزاوية أضعف من في الناحية الجغرافية من دول المنبع التي باستطاعتها التحكم في المياه. فصل ثاني ونعود بعده لمتابعة ساعة حرة، كونوا معنا. اهلا بكم مجددا، نرحب بضيوفنا مجدي الصبحي خبير في شؤون المياه والبترول في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه من القاهره، الدكتور احمد المفتي عضو الوفد السوداني في مفاوضات حوض النيل من الخرطوم، وجون تيمن باحث في معهد الولايات المتحده للسلام من واشنطن. دكتور المفتي، كنت قد ذكرت قبل الفاصل أن هناك أسباب سياسية ربما تقف وراء تحرك هذه الدول لتوقيع الإطار الجديد. هناك تقارير كانت صدرت عن الجامعة العربية تشير إلى محاولات إسرائيلية لاختراق أمن مصر والسودان بمحاصرة مياه النيل في حوضه الأعلى، وأن إسرائيل خططت لمساعدة أثيوبيا على بناء مشروعات على النيل لإنقاص حصة السودان ومصر. ما صحة هذه الاتهامات برأيك؟ لو سمحت لي أنا أرجع أعود لسؤالك، أنه موضوع أنه الموضوع سياسي وليس فني، لأنه ذكر أنه السودان ومصر بيعيقوا التنمية في دول حوض النيل، وضربوا مثال على أنه في أثيوبيا. أنا داير أقول منذ العام 99 ومن خلال مبادرة دول حوض النيل هنالك لجنة مشتركة بين السودان ومصر وأثيوبيا، ولم يحدث منذ العام 99 وحتى الآن قدمت أي مشاريع تنموية من قبل أثيوبيا، رفضت من قبل مصر والسودان. والدليل على ذلك أنه موضوع الربط الكهربائي الحاصل هو ده من خلال التعاون ومن خلال موافقة السودان ومصر على المشاريع الأثيوبية. ولكن ماذا عن اتهام إسرائيل تحديدا، وقوف إسرائيل وراء هذه الدول؟ صرف عليه المانحين لحد الآن.
ايوه نعم، انا بس كملت النقطه على اساس انه نحن ما بنقف ضد التنميه في تلك الدول، في شواهد من الواقع. اما فيما يتعلق بموضوع اسرائيل، انا في تقديري انه الناس هنالك تحرك، لا احد ينكر انه هناك تحرك من قبل اسرائيل، ولكن انا اعتقد انه معطى حجم اكبر من حجمه. وفي تقديري السبب في ذلك انه المصالح اللي بتعود لهذه الدول، دول الحضنية كلها، من خلال التعاون مع مصر والسودان هي أكبر بكثير جدا مما يمكن أي جهة تقدر تأثر عليها سلبا. هذه واحدة. والشيء الآخر أنه هذه الاتفاقيات وهذه الخلافات في وجهات النظر بين دول حوض النيل بدأ منذ العام 1891 قبل أن تنشأ إسرائيل. ولذلك التركيز على إسرائيل والحركة الإسرائيلية، هنالك حركة إسرائيلية لكن إعطاء أكبر من حجمها. ما هي هذه الحركة؟ يعني ماذا تفعل إسرائيل تحديدا؟ أنا هذه رؤيتي لهذه التحركات الإسرائيلية. هناك كثير من الخبراء في مجال المياه بتمشي لدول حوض النيل، هناك العديد من الشركات شغالة في مجال المياه ومجال الموارد المائية. هذا لا أنكر هذا، وهذا أصبح معلوم ومتاح لكل زول، ولكن أقول تأثيره وأنه مستهدف، أنا ده بفتكر الناس ما تحجمه، بدليل أنه الخلاف ده كان قبل إنشاء إسرائيل، ثم أنه المصالح التي تنيها هذه الدول، الربط الكهربائي اليوم الربط الكهربائي هذا يتم اليوم بين اثيوبيا والسودان، ومصر تستفيد من اثيوبيا استفاده كبيره. لا اعتقد انه في حته دوله ممكن تعطي في اثيوبيا يعني بديل لهذا التعاون. فما بالك اذا صبحي. كان الاتفاق شمل كل اوجه التعاون في مجال الموارد المائيه. سيد صبحي، ما رايك بوقوف اسرائيل او بدعم اسرائيل لدول منبع الحوض بالسير قدما في توقيع هذا الإطار للضغط على السودان ومصر؟ الحقيقة أنا أتفق مع دكتور المفتي فيما قال، هناك دور لإسرائيل قطعا، لأنها تتصور بذلك أنها تضغط على كل من السودان ومصر، لكن ينبغي عدم المبالغة في هذا الدور. على سبيل المثال أشير فقط إلى ما قال وزير الزراعة الإسرائيلي في زيارة الأربع دول الإفريقية منذ نحو أسبوع أو 10 أيام، بأن إسرائيل تحاول أن تتعاون مع الدول الإفريقية لمدها بما لديها من تكنولوجيا لزراعة الصحاري وغيره، وأنها لا تنظر إلى استغلال مواردها أو الاستيلاء على مواردها، وهو أمر واضح، في إشارة واضحة لمصر والسودان. وبالتالي إسرائيل تحاول أن تستغل الظرف الراهن لتمتين علاقتها مع الدول الإفريقية من ناحية، وللضغط على كل من مصر والسودان من ناحية أخرى. لكن لا أتصور أنه في هذا المجال بهدف الضغط على مصر، يعني أنت تحاصر مصر. دعني أقول أكثر من ذلك، أنه بداية التفكير في إنشاء سدود على نهر النيل في أثيوبيا تحديدا كانت خطة أمريكية وضعت في الستينات من قبل هيئة وادي تينيسي. هذه الخطة كانت تشمل إنشاء 26 سدا في السودان، وذلك من أجل الضغط على مصر المصرية في ذلك الوقت. وبالتالي فكرة الضغط السياسي باستخدام موقع المياه هي موجودة دائما، سواء من قبل دول كبرى كالولايات المتحدة أو من دول في المنطقة مثل إسرائيل. قد تقايد إسرائيل مصر على سبيل المثال بهذه الورقة في مقابل أوراق أخرى، مثل موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. أنا لا أقول أن ذلك سيحدث حتما، لكن أقول أن هناك أوراق ضغط لدى كل من الجانبين تجاه الآخر، وبالتالي ربما تحاول إسرائيل تكثيف الضغط في هذا الاتجاه حتى يمكنها أن تبادل هذه الورقة ورقة أخرى مع مصر. لكن هنا نحن نتحدث عن مورد مائي مشترك، لا نتحدث عن استيلاء دولة على ما يخص الآخرين، ولكن كيف يمكن استخدام هذا المورد المائي المشترك برشادة وعقلانية بحيث لا يتم الإضرار بأي من الأطراف الواقعة على هذا النهر. هذه هي القصة بوضوح، وهو أمر أعتقد أن القانون والعرف الدولي يؤيده، وأعتقد أيضا أن المؤسسات الدولية والدول الكبرى لا يمكن أن تقف أمامه، لأنها هي الأخرى إذا ما طبقت هذا المبدأ ربما تنفجر نزاعات في أماكن أخرى وليس فقط في نهر النيل. لمعرفة الموقف الإسرائيلي من مسألة الضغط على مصر والسودان عبر تحريض أو عبر مساعدة دول منبع حوض النيل، نسأل الدكتور مردخاي كيدار، أستاذ في جامعة بار إيلان الإسرائيلية في تل أبيب، عن هذا الأمر. دكتور كيدار، لماذا تستخدم إسرائيل بعض الدول في وسط أفريقيا للضغط على مصر مثلا، وهي شريك وحليف لإسرائيل، أو إذا لم تكن حليفة فهي تقيم اتفاق صلح مع إسرائيل؟ أخي الكريم،
إسرائيل تنفي أي علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وكل من يعتقد بأن لإسرائيل أي ضلع في مشاكل تقاسم مياه النيل يعني هذه الخرافة أقرب يعني أبعد من الواقع من خرافات ألف ليلة وليلة. وكنت قد سألت في ديوان رئيس الحكومة عن هذا الشيء، والناس هناك لم يعلموا بين الضحك والبكاء من هذه الحكاية الغريبة، فهي أبعد ما يكون من التفكير الإسرائيلي. إذا كان لإسرائيل أي اعتراضات على ما تقوم به مصر، فلنا ما يكفي من القنوات مخاطبة السلطة المصرية دون اللجوء إلى هذه الوسيلة المشبوهة والغريبة للضغط على مصر عبر يعني مياه النيل. ونحن نتمنى بأن تكون مصر جنة فيحاء، ونحن أبدا سوف لن نقوم بأي شيء في تقليص يعني المنسوب المصري من المياه. إذن الأمر لا يستهدف مصر، يستهدف السودان. السودان ما لنا مع السودان؟ ليس لنا لا ناكة في السودان ولا جمل لا في دارفور ولا في جنوب السودان. يعني لا تريدون الضغط لا على السودان ولا على مصر؟ ما فايدة من هذا الضغط؟ الضغط يعني هناك من يقول أن إسرائيل تريد الحصول على جزء من مياه النيل، وآخرون يقولون أن إسرائيل تريد مقايدة مصر بموضوع الملف النووي الإسرائيلي، توقف مصر عن إثارة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ومقابل أن توقف إسرائيل ضغطها أو دعمها للدول التي تطالب بحصة أكبر من مياه النيل. على هذا ليس لي إلا وأن أقول أن فيش جمهور على الكلام. هناك من يقول بأن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال الحسين بن علي عام 680 ميلاد. يا أخي هذه الخرافات مأخوذة من حكايات ألف ليلة وليلة. ليس لإسرائيل أي علاقة بما يدور في إفريقيا في هذا المجال. هناك بالطبع إسرائيل تساعد الكثير من الدول الإفريقية في تنمية المشاريع التنموية والبنية التحتية للزراعة وللكهرباء والأشياء أخرى، ولكن تقاسم مياه النيل بين الدول هذا الشيء ليس لإسرائيل له في علاقة بالمرة. هل يمكن إقناع برأيك المصريين والسودانيين بأن هذه المشاريع لا خلفيات سياسية لإسرائيل من ورائها التي تقومون بها في أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ودول أخرى؟ أؤكد مرة أخرى إسرائيل لا علاقة لها بهذه الأشياء. نحن نتمنى للجميع بأن يكون الاقتصاد عندهم مزدهر وأن تهطل الأمطار عليهم ليلا نهارا ويكونوا جنات الله الفيحاء، ونحن سنكون سعداء بهذا التطور. ليس لنا أي علاقة بهذه الأشياء. دكتور مردخاي كدار، نشكرك على هذه المشاركة. رد سريع من قبل الأستاذ صبحي والدكتور المفتي بعد الفاصل، تابعونا. نتابع ساعة حرة. سيد صبحي ودكتور مفتي، هل لديكما أي رد على ما تفضل به الدكتور كدار؟ سيد صبحي بداية. أنا أتصور في الحقيقة أنه لم أقل كما لم يقل الدكتور مفتي أننا نعطي للتدخل الإسرائيلي الدور المحوري أو الدور الأكبر أو دور حتى ملموس في هذه القضية. هذه القضية ما بين دول حوض النهر بالفعل. نعم. وما أشرت إليه هو أنه ربما تذهب إسرائيل إلى حد الضغط بهذه الورقة ربما في مقابل أوراق أخرى، وهذا أمر أرى مشروعا. ليس هناك مشكلة في التعامل ما بين الدول بهذه الطريقة، لكن النفي التام
وإطفاء صفات غريبة مثل أنها خيال من ألف ليلة وليلة أو غيره. هذه يعني لغة سجالية أعتقد أنها رخيصة لا يمكن استخدامها في هذا المجال. ينبغي أن نرتفع فوق مثل هذه الأمور قليلا ونتحاور بشكل عقلاني وليس بمثل هذه الاتهامات الغريبة الغبية في رأيي. وبالتالي أتصور أن القضية الآن ليست متعلقة بالفعل بإسرائيل، لكن هناك تصريحات واضحة. أشير فقط للسيد كدار بأن يعود إلى تصريحات وزير الزراعة الإسرائيلي عند زيارته للدول الإفريقية منذ نحو أسبوع مضى، ويرى هذا الحديث عن دول تسعى للاستيلاء على الموارد الإفريقية، وأن يربط ما معنى هذا. إذا كانت إسرائيل ترى في مصر كيانات فيحاء فعليها ألا تقول مثل هذا الكلام. وبالتالي أنا لم أعطي إسرائيل الوزن الأكبر في هذا الموضوع كما لم يعطيها الدكتور المفتي الوزن الأكبر، لكن علينا أن نتحدث في الحقيقة بلغة محترمة تحترم عقل الآخرين وتحترم مصالح الآخرين. سيد تمن، قبل أن أنتقل إلى الدكتور المفتي، هل لديك أي يعني نقطة في هذه المسألة تحديدا؟ وهل هناك أي دور أمريكي؟ هناك اتهامات لأمريكا أيضا بالوقوف وراء هذه الدول للضغط على السودان وعلى مصر. ما أود أن أفعله هو أن أعود إلى سؤال الإنصاف الذي أثاره السيد من مصر قبل دقائق، وقد أدلى بنقطة هامة بشأن السودان ومصر وأنهما يفتقران إلى مياه المطر مثل الدول الأخرى. من ناحية أخرى، السودان ومصر يسيطران على 87% من مياه نهر النيل تحت الاتفاق الحالي. لننظر على المسألة من منظور الدول السبع الأخرى. هناك سؤال خاص بالإنصاف بشأن الاتفاق الذي وقع في السابق. من ناحية سكان هذه الدول، هناك نقطة هامة أيضا، وهي أن السودان ومصر سويا فيهما حوالي 120 مليون نسمة، وهناك تسع دول أخرى فيها حوالي 100 مليون نسمة آخرين. إذن هناك أسئلة مشروعة بشأن الإنصاف والعدالة الخاصة بالترتيبات الحالية التي يجب التطرق إليها. سيد صبحي، ما ردك على هذه النقطة؟ أنا لا أتصور أن هناك مشكلة. مصر والسودان لم ترفض إعادة التفاوض. السؤال هو إذا كانت المبادئ الحاكمة للاتفاق كما هي الآن، فما الذي يحول دون هذه الدول والاتجاه بعد عدة سنوات إلى القول بأن ما تأخذه من الله لا يكفيها؟ هذا هو السؤال. هذا ما تصر عليه مصر والسودان، ضرورة احترام الحقوق التاريخية بعد التفاوض. ثانيا، أنه لا يمكن الاستناد إلى قاعدة الأغلبية، لأننا سنفاجأ سنة بعد أخرى بمطالب جديدة. وبالتالي حتى قاعدة الإنصاف أعتقد أنها في مجال القانون الدولي الخاص باستخدام مياه الأنهار لم تنظر للموضوع لا في إطار عدد الدول ولا عدد سكانها ولا أي شيء على إطلاق، وإنما نظرت إلى المبادئ المستقرة في استخدام المياه على المدى الزمني طويل. هذا أمر مهم للغاية، لأننا إذا ما فتحنا الباب لمثل هذا إعادة التفاوض على كل أمر، أعتقد أن الموضوع لن يكون متصلا بنهر النيل فقط وإنما بكل الأنهار الأخرى. دعني أقول أيضا أن القانون الدولي يحمي دول المصب، أي دول مصب ليس نهر النيل فقط، لأنها دول ضعيفة في هذا الأمر بالمقارنة بدول المنبع. وبالتالي أرجو ألا نفتح صندوق بندورة كما نقول، لأننا سنفاجأ بكل الكوارث ليس في القارة الإفريقية فقط وإنما في قارات العالم المختلفة. دكتور المفتي، ما تعليقك على ما جاء على لسان دكتور كدار فيما يتعلق بعدم تدخل إسرائيل مع هذه الدول؟ دكتور المفتي، هل تسمعني؟ يبدو أن فيما يتعلق بتدخل إسرائيل، أنا يعني ذكرت إنه ما نعطيه أكثر من وزنه الحقيقة نعم تفضل لسببين. السبب الأول إنه السبب الأول الاتفاقية لحد الآن أنا في تقديري تم الاتفاق حول أكثر من 90% منها، وأعتقد لو كانت هناك مثل هذه الجهود لما توصلنا لهذا المستوى المتقدم. ثم إنه الشيء الآخر أن المجتمع الدولي في تاريخ محدد اللي هو 29 شهر 6 2009
طلع بيان بيتكلم عن أهمية الوصول إلى اتفاق من قبل كل الدول وليس من 7 دول، وهذا الموقف من قبل كل المجتمع الدولي والمجتمع الغربي على وجه التحديد هو بتماشى مع الموقف السوداني المصري. وفي تقديري لو كان هنالك تدخل إسرائيلي ومعروف الارتباطات الإسرائيلية مع الدول الغربية ما كان حيصدر هذا البيان. أما فيما يتعلق بأن مصر والسودان والله بيستخدموا 87% من المياه، نقول هذا الكلام صحيح، لكن العبرة ليس بما تستخدم السودان ومصر، العبرة بحاجة الدول الأخرى. إذا كانت الدول الأخرى لا تحتاج إلى مياه فلا أعتقد أنه الناس حتديها موية جبرا. فالسودان ومصر على استعداد أنه وضعوا هذا البند الاستخدام المنصف والمعقول، ولذلك عدم حاجة تلك الدول للمياه هو القلة النصيبة أو قلة الاستهلاكة، وليس احتياجات من قبل أو منع من قبل السودان ومصر. سيد تمن، كتب الكثير في الماضي عن أن حروب المستقبل ستكون حروب المياه، هل تبدأ حروب المياه برأيك من حوض النيل؟ لا، أعتقد أن هذا غير محتمل. هناك هواجس مشروعة بشأن حروب مستقبلية في السودان، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالاستفتاء والانفصال المحتمل، وهناك طرق عديدة لإمكانية حدوث حرب، خاصة فيما يتعلق بعائدات النفط، ولا أعتقد أن المياه والوصول إلى مياه النيل سيكون السبب الرئيسي للنزاع. آمل أن هذه الدول 9 تصل إلى إجماع فيما بينها، وبالتأكيد لا يزال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق. هذه ليست خلاصة انتهينا منها. سيد صبحي، برأيك ما سيكون عليه الموقف المصري في حال أقدمت هذه الدول على إقامة سدود ومشاريع على مجرى النيل؟ هل سنشهد حربا من أجل المياه في حوض النيل؟ أنا لا أتصور ذلك على الإطلاق في الحقيقة. ما زالت الفرصة متاحة لإعادة التفاوض. كما قال الدكتور المفتي، أجزاء كثيرة من الاتفاق تم الاتفاق عليها بشكل جماعي، ينبغي إنهاء بقية النقاط ما بين هذه الدول وبعضها البعض. بل بالعكس، أعتقد أن المنهج المصري مؤخرا هو المزيد من التدعيم التعاون مع هذه البلدان. تم زيادة المعونات المخصصة لدول حوض النيل لإنشاء مشروعات مشتركة في هذه البلدان، وبالتالي تقديم نهج آخر هو أننا بهذه المشروعات المشتركة يمكن أن نعزز المصالح بدلا من أن نتجه إلى التصادم أو الخلاف حولها. وبالتالي أنا لا أتصور أن موضوع الحرب مطروح من قبل مصر على الإطلاق. طبعا يقول بذلك في الحقيقة لا يعرف شيئا عن الموقف المصري بكل وضوح. دكتور المفتي، نعم أنا أتفق تماما مع الزميلين، وأبتكر لسببين. السبب الأول أنه نقاط الخلاف المتبقية لا تبرر إطلاقا، لأنها بسيطة لا تبرر إطلاق الحرب. والشيء الآخر، طبيعة المياه والمورد المائي لا يمكن حتى إذا الدولة شعرت بظلم أنه الحرب تحل هذه المشكلة، فهيكون تبدا الحرب وتنفق يعني كثير من الاموال وتضيع كثير من الارواح، وفي النهايه تجلس الدول عشان تحل المشكله عن طريق التفاوض. ولذلك انا افتكر الحرب ما وارده اطلاقا في تقديري في مثل هذه الاشياء، وخاصه فيما يتعلق بالاتفاقيه نحن بصددها، لانه المواقف قريبه على الرغم من انه يبدو انه في اختلاف كبير في وجهات النظر، في اختلاف لكن افتكر اختلاف بسيط جدا ومقدور عليه، وهنالك خطوات اتخذت في ذلك الاتجاه. نعم سيد صبحي، يعني من ضمن الحلول المطروحة بالنسبة للأوغنديين والأثيوبيين بمسألة بيع المياه لمصر والسودان، كمثل أن تبيع الدول العربية ودول أخرى النفط لدول أخرى، ما رأيكم بهذا الحل؟ اسمح لي أن أقول أن هذا خلط غير صحيح على الإطلاق. المورد مورد مشترك، والدول تستخدمه منذ آلاف السنين بشكل مشترك. هذا على خلاف النفط. النفط يقع في دولة محددة، وبالتالي من حقها أن تبيع هذا النفط. حتى في حالة النفط، الحقول المشتركة يتم تقاسمها بين الدول بشكل منصف وعادل. هناك حقول مشتركة ما بين الكويت والسعودية، يتم فيما يسمى بالمنطقة المحايدة استخدامها بشكل مشترك. دعني أقول أن الحرب ما بين العراق والكويت كانت على
امتدادات لحقول عراقية كويتية، وكانت هناك ادعاءات عراقية باطلة في استخدام الكويت لأكبر من نصيبها من هذه الحقول، وبالتالي حتى في مجال النفط لابد من الاتفاق ما بين الدول، طالما أن النفط هو مشترك ما بين البلدين، أن يتم الاتفاق ما بين البلدين على كيفية تقاسم هذا النفط، ويتم في الغالب استخدامه بشكل مشترك. هذا ما ندعو له تماما في حالة المورد المائي المشترك، ينبغي استخدام هذا المورد. يعني من غير الوارد أن تدفع مصر لا يملكه أحد أي بدل مقابل المياه التي تحصل عليها؟ لا أتصور ذلك، ربما لا 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 أعتقد، ربما تحاول مصر في الحقيقة أن تتجه اتجاها آخر أكثر نفعا وأهمية، وهو تدعيم نوع من العلاقات والتعاون المشترك والمشروعات المشتركة سواء في مجال المياه أو غيرها من المجالات في هذه الدول، ولكن هذا ليس على سبيل شراء المياه. نعم. هذا مورد مشترك لمصر حق فيه كما لأي لدولة أخرى حق فيه، وبالتالي ينبغي أن نجلس ونتفاوض حول حقوق كل طرف في هذا المورد. دكتور المفتي، هل من الوارد أن يدفع السودان لدول حوض المنبع مقابل المياه التي يحصل عليها؟ إطلاقا، وليس الموضوع هذا ليس وارد، والسبب في ذلك أن الاتفاق، نفتكر هذا كلام سياسي، لأن الاتفاق الحيوقع من قبل 7 دول قدا لا يتكلم عن بيع المياه، بل لا يتكلم حتى عن المحاصصة ناهيك عن البيع، بل يتكلم عن استخدام الأمسر، ودي اللغة المقبولة ودي تم التوافق عليها، ولذلك ده كلام سياسي. حتى الدول اللي حتوقع لم تتحدث عن بيع المياه في الاتفاق اللي بتسمع توقيعه، لكن بنسمع هذا الكلام في السياسة، ولذلك أفتكر هذا كلام للاستهلاك السياسي زي قصة موضوع حرب المياه. أما الموضوع الفني الموجود في المنصوص عليه في الاتفاق اللي حيوقع عليه غدا لا علاقة له من قريب أو بعيد بالمحاصصة أو ببيع المياه. سيد تمن، برأيك مسألة البيع مسألة واردة؟ أنا أتفق مع زملائي ولا أعتقد أن هذه نتيجة محتملة. آمل أن يكون هناك اتفاق متوازن يتم التوصل إليه بين الدول 9، ولكن المسألة معقدة عندما يتعلق الأمر ببيع المياه، ولا أشعر أن هذا سيتم. سيد جون تيمن، باحث في معهد الولايات المتحدة للسلام من واشنطن، نشكرك على المشاركة في ساعة حرة. نشكر أيضا الدكتور أحمد المفتي، عضو الوفد السوداني في مفاوضات حوض النيل من الخرطوم، ونشكر أيضا مجدي صبحي، الخبير في شؤون المياه والبترول في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة. نشكركم مشاهدينا، وإلى اللقاء.